بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اليوم اجتمعت لجنة تنمية شؤون الموارد البشرية بأعضائها، وذلك للتصويت على تقرير اللجنة بعد مناقشته. وكما تعلمون أن هنالك في تكليف من المجلس لهذا الدور، دور التشريع 15، دور الانعقاد الثالث، وهو يتخصص أو متخصص في القطاع النفطي واستيعاب التخصصات، وكذلك متابعة إجراءات عمليات التوظيف. كما تلاحظون أن لجنة الموارد البشرية أضغطت ضغط على الحكومة وخصوصا القطاع النفطي، وكان هناك تجاوب إيجابي. يعني من أحد النقاط اللي كانت واضحة أن هنالك ناس صار لهم مهندسين يعني خالصين دراسة البترول والنفط، البترول والغاز، النفط والغاز، ومن خلال لجنة الإحلال استطعنا أن نوظف ناس كانوا 3 سنوات ينتظرون دورهم، لا عندهم ترشيح من الخدمة المدنية ولا هم مقبولين في القطاع النفطي. بعد هذا التحريك اللي صار تم استيعاب عدد كبير جدا، تعدى يمكن 90 كويتي وكويتية اشتغلوا في قطاعات الخاصة التابعة للقطاع النفطي. هذه من ضمن الأشياء اللي تمت في الأشهر الماضية. التقرير يعني شمل بشكل عام، بعد ما تعدينا قضية التكليف من المجلس قدينا على قضية الإحلال بشكل عام والتوظيف بالكويت. طبعا هنالك كثير من الملاحظات الموجودة، وأعتقد أن هنالك توصيات رفعت بحدود 9 توصيات إلى القطاع الهندسي النفطي فيما يخص حملة شهادات البترول. وللأمانة يعني هنالك في الجهاز أو القائمين منهم على القطاع النفطي، بداية من وزير النفط والكهرباء الذي يعني تحرك بشكل جاهد، واستطعنا أن نحاول، أو في الواقع صار أن هناك أكثر من 500 موظف كويتي وكويتية من خريجين أو من تبع حاملي الدبلوم، الآن هم كلهم في القطاع النفطي موجودين. فيما يتعلق بالملاحظات العامة والتوصيات فيما يتعلق في التوظيف العام في الدولة، هنالك تقريبا أكثر من 14 توصية، واللي هي تأتي بجملتها يعني هنالك التعاون من الحكومة ما كان جاد بشكل كبير جدا، ولا كان الإنجاز أكثر من ذلك، خصوصا في عملية الخطة 50 ما كانت متكاملة للدولة، متكاملة في قطاع واحد في قطاع النفطي، ولكن قطاعات الدولة كلها جزء بسيط منها ما كان متعاون أن يعطينا الخطط القادمة للدولة. لذلك نحس أن هنالك التعاون من الحكومة يعني مترهل لنا، وحسينا أن هناك في بعض القطاعات نعم في إيجابية، لكن الغالبية أن هنالك الأسئلة والطلبات الموجودة في قضايا الإحلال، وكذلك قضية مستقبل الكويت، عدد الخريجين وتوافقها مع السوق المحلي، هذه ما جاتنا بشكل صريح وواضح. وعليه رفعنا التقرير وفي ملاحظات الموجودة، وسوف يتلى على أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المقررة لذلك. كذلك اللجنة اليوم مرت على كل الاقتراحات المتبقية من إعلان رغبة، وتقريبا عددها تقريبا 41 طلب من إعلان رغبة، ومتبنية كثير من الأفكار والاقتراحات التي فيها إيجاب كبير جدا وفيها مصلحة عامة للدولة وللشعب، وتم الموافقة على أغلبها وبعض الملاحظات الموجودة. باختصار اللجنة قدمت هذا التقرير، إن شاء الله يكون هي ركيزة للمستقبل، الانطلاق المستمر لخدمة مواطنين الكويتيين، ونحافظ على وظائفهم في المستقبل. ولا أنسى أن هنالك فيه من أعضاء اللجنة تأكيد كبير جدا، وهو الدخول على القطاع الخاص ووضع القوانين والقواعد التي تعطي 3 أشياء رئيسية، وهي الضمان الموجود لاستمرار الوظيفة، 2 أن هنالك فيه تهيئة موجودة للعاملين في القطاعات الخاصة أن يكون في تأهيل
يعني للأمام وليس مجرد فترة زمنية معينة وما في عليهم تأهيل ولا مستقبل واضح لهم. والأمر الثالث فيما يخص الميزات وكذلك الرواتب أن تكون مجزية. بهذا التقرير اللجنة أدت دورها في هذه الفترة على أمل أن يستكمل ذلك في الدورات القادمة، وشكراً لاستماعكم. أعتقد في إذا أمانة المجلس حطيتها في الجلسة الجاية ممكن يتم عرضها، أتوقع ذلك. من المتوقع عرض التقرير في الجلسة؟ نعم. أي نعم. شكراً.